اللي هي باتي بلور لتكون على شكل وريدة لما تجري لك أي شركة وتلوه بالصوت سي حسن شنو دير تما؟ خويا انا دوزنا البريمار سي وكا والشو ثم لا ندوي دوكوش من بعد منها تنجيبو الكاوتشو ثم لا ندوي دوزنا اللاكيت اللي هو لاكي مزيان من الجودة اللي هي تناسب مع الكاوتشو دابا كنخدمو باتي كلور اللي هو ديكور من الديكورات كاع عند الشركات والديكور كنخدموه في عديد من المنازل ونتمنى من الله التوفيق. طيب شركة سي حسن؟ اللي هي بوت شارون تخدم على شكل وريضة وريش وريشي هي هذي كتخدم معاك ولا كتباعها؟ هذي كتباع ورقات كنقطعوها وكنصبوها على شكل وريضة على حسب كتقول اللي طلب لنا الزبون موجودة على الحيط لو في القيمة المناسبة واش كتغطسها بالصباغ وتخدم بها ولا كنعمرها واحد شويه هكا كنعمرها بحال هكا باش اي حريفي اللي مازال ما وصلش لهذا المنتوج او وصل ليه يزيد يعرف اكثر فحنا كنساهمو اي معلومه تعلمناها كنوريوها للناس كنتمناو من الله حتى حنا نزيدو نعرفو اكثر هنا ديها في الديكور في الزوره اللي كانت لابسه مع هذا مع هذا الكولور وهذا الديكور هذا هو الخدمه ديالو عند جميع الشركات من بينها كنخدمو حنا دابا شركة باكو سي حسن خصها تخدم هي مازال ما ناشفاش يعني خصو يدخل ليها البرد خص المعلمه تضل بالها يعني مع الدوز بال سميتو بالرولو مع يكون التطبيق مع يكون التطبيق ديال الكرات
شوف السياسة هنا شوف. إياه. كينا. كينا.